طالب الطب في ايرلندا يبلش يدخل اناتومي لاب في ثالث سنه له في مشوار الدراسي اللي هو الجي سي 1. طبعا في البدايه بعض الطلبه يحوشهم شعور الخوف، كانوا سامعين قصص من الطلبه الثانيين، شعور الخوف من الريحه، من الجثه نفسها، وفي بعض الطلبه يغمى عليهم. في بعض الطلبه يحسون بشعور الحماس ان انا الحين فعلا صرت طالب طب، ادخل قاعه التشريح، اشوف الجثه، اشرحها، اميز الفينز، الارتريز، النيرفز، المسلز. انا شخصيا حسيت بالشعورين، حسيت بشعور الخوف والحماس. بالنهايه اشوف ان هذه فرصه حيل قويه حق الطلبه اللي جامعتنا كانت مو متوفره بكثير من الجامعات، واشوف ان الدراسه العمليه تثبت المعلومه بطريقه افضل.